السلام عليكم. وتحرر المعبر المسدود في تعز، وتنفست المدينة المحاصرة من الجبهة الغربية تحديداً. في الجهة الغربية ذهبت الميليشيا الإنقلابية إلى غروب لا شروق فيه، والإشراق الكبير كان لأحرار الجمهورية، شروق لا غروب فيه. بكبرياء صبر الذي لا ينحني انتصرت الحالمة لليمن، بسواق الضباب التي لا تكف عن العطش للحياة وللحرية. وفي شوارع المدينة التي تمجد العلم والعمل واليمن الكبير، كان الانتصار حليفا لتلك الجهود ولذلك الإيمان. يقول المتابعون والمهتمون بشؤون حقوق الإنسان إن تحرير معبر الدحي الذي عرف بمعبر الموت عمل إنساني خالد ساهم في فك الحصار عن محافظة تضج بالحياة والحيوية والمخزون البشري المنتج والفاعل، حيث تعرضت للحصار اللاممنهج على مرأى ومسمع من العالم. ويطرح الرأي العام المتابع لأولويات ما بعد التحرير أمورا من بينها حضور الدولة في المناطق المحررة، وتقديم تعز أنموذجا مختلفا طالما كانت هذه المحافظة الحافظ الحضاري لمشروع الدولة والجمهورية وفكرة الوطنية اليمنية الجامعة. لتأخذ الفرحة الشعبية مداها بتحرير المدينة بفك الحصار والانتصار لمشروع الأرض والإنسان في اليمن الكبير هناك في الحالمة. والسؤال الذي يطرح الآن، كيف يتم الجمع بين مشروع استكمال التحرير، مشروع الحضور الفوري للدولة في المناطق المحررة، وكيفية خلق تكامل بين المقاومة الشعبية والحكومة الشرعية والتحالف العربي لإنعاش تعز مجددا بعد الانهاك والحصار لنحو عام أو يزيد؟ ماذا ينتظر تعز خلال الأيام القادمة؟ وما مشروع السلطة المحلية والمحافظة لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة التي تعرضت للشلل التام؟ حول التساؤلات المتعلقة بانتصارات الحالمة ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. دعونا نتابع التقرير بداية ثم نعود لبدء النقاش. تعانقت جبال تعز وسط فرحة توثق هذه اللحظات المشرقة في ليل المدينة، مؤذنة بانفراج الحصار المر الذي عانته لأشهر خلت. اللحظات الأولى من التحام المقاومة الشعبية في الجبهة الجنوبية الغربية، وتحديدا في منطقة الضباب، لتسجيل إعلان فك الحصار إلى غير رجعة. ومن هنا وقدام السجن المركزي بعد الضباب الآن نعلن فك الحصار إلى غير نهاية إن شاء الله. كسر الحصار إذن، وتحررت إحدى أهم بوابات المدينة في توقيت بالغ الدلالة. ففي مثل هذه الأيام من العام الماضي، وتحديدا في 11 من مارس، تم اجتياح تعز من قبل الميليشيا لتدشن حربها ضد المدينة التي كانت الرقم الأصعب في تاريخ النضال الوطني، على امتداد مراحله ليدور الزمن دورته هذه المرة على رؤوس الانقلابيين. فاليوم وتحديدا 11 من مارس أيضا، بعد عام كامل يأتي كسر الحصار لتشرق الحرية من مغرب المدينة وتحررها من الحصار الذي أطبق طويلا على روح تعز. وبعد سيطرة قوات الجيش الوطني والمقاومة على منطقة الضباب وبير باشا ومقر اللواء 35، وإعلان قوات الجيش الوطني أيضا استكمال السيطرة على مديرية المسراخ والقروض، تدور المعارك في خطوط التماس على الجبهة الشرقية قرب القصر الجمهوري ومعسكر قوات الأمن الخاصة، لتؤكد أن نفس المعركة لن ينتهي إلا بتحرير أطراف تعز كليا. فبالرغم من أن تعز لا تزال واقعة تحت حصار الميليشيا في بوابتيها الغربية باتجاه الحديدة وشرقها الشمالي في الحوبان، إلا أن فتح الطريق الجنوبية التي تربط مدينة تعز والضباب والنشمة وصولا إلى عدن تكون قد مهدت الطريق لإيصال المساعدات والمواد الإغاثية للمدينة المحاصرة منذ أشهر طويلة. رغم ملامح الابتهاج التي عمت المدينة وسكانها فرحا بهذا النصر، يدرك أبناء تعز المهام الجليلة التي تنتظرهم بعد تحريرها، سواء في تثبيت الأمن أو تعزيز وجود الدولة وتحرير بقية المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا. تركة ثقيلة خلفتها حرب الميليشيا في مدينة تعز تظل حتى بعد خسارتها المواجهات في غرب المدينة، فما خلفته الميليشيا من ألغام ومتفجرات في طريق الضباب والمناطق التي خسرتها تظل أبرز العقبات التي تواجه رجال المقاومة وسكان المناطق المحررة، ناهيك عن الدمار وما خلفته الحرب. نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ نبيل البكيري، الباحث والمحلل السياسي. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور أستاذ نبيل. يقال أن الحالمة لم تنتصر لنفسها فقط، وإنما انتصرت لليمن أجمع وللمشروع العربي أيضا، كيف تقرأ مثل هذا الانتصار؟ لا شك الذي تحقق في تعز هو انتصار كان مؤجلا كثيرا، وهو انتصار طبيعي في إطار
المعركة الكبيرة التي هي معركة اليمن. حقيقة هذه المدينة دائما كانت في صدارة المشهد الوطني في كل محطاته الوطنية منذ 48 حتى 62 حتى 63 أكتوبر، ثورة أكتوبر المجيدة التي انطلقت شرارتها وتخطيطها من هذه المدينة. وهنا اليوم نحن أيضا على موعد آخر مع ثورة 11 فبراير وثورة وانتصار 11 مارس. يعني نحن أمام محطات كانت هذه المدينة هي السباقة وهي حاملة النضال الوطني، وبالتالي ما يحصل في تعز هو شيء طبيعي في إطار مهمة وطنية تقوم بها هذه المدينة التي حوت كل اليمنيين على مختلف مراحل التاريخ وكانت بمثابة الحاضنة والأم لكل محطاتهم النضالية. وبالتالي ما تحقق في تعز هو انتصار، لن يكتمل هذا الانتصار أيضا إلا حينما ينتقل هذا الانتصار إلى كل مربعات الوطن وإلى صنعاء العاصمة، عاصمة اليمنيين التاريخية التي يجب أن يكون هناك الانتصار والاحتفال الحقيقي فيما تحقق اليوم في تعز. نعم. طيب أستاذ نبيل، يعني هناك بعض المتابعين الذين يعني يريدون أن يعرفوا ما أهمية هذا التحرير بالنسبة لمشروع استعادة الدولة. أهمية هذا الانتصار هو انتصار يأتي في إطار الانتصار الكبير، يعني في سلسلة الانتصارات التي تحقق اليوم بفضل استعادة الكثير من المناطق. يأتي كسر الحصار، يأتي أهمية هذا الانتصار أنه كسر الحصار جزئيا عن تعز وليس كليا. لا زالت الجبهة الشرقية للمدينة تئن تحت تصرفات همجية الميليشيات التي تعيث فسادا في هذه المناطق وتمنع دخول كل المساعدات التي تصل الأممية تصل إلى مخازن هذه الميليشيات وتبيعها في السوق السوداء. يعني هناك انتصار اليوم نستطيع نقول أنه أحد أهم المنافذ الرئيسية الثلاثة التي تربط تعز بما جاورها بما حولها هي معبر الضباب. اليوم افتك الحصار في هذا المعبر وبسهولة ربط صنعاء أو عدن بتعز، وهنا ربط جزئي أيضا وليس كليا. سيكون كسر الحصار الكامل سيكون من خلال بدء تحرير الجهة الشرقية من المدينة مثلا بمدينة الحوبان ومجاورها والجند. هنا سيكون تحقق جزء كبير والاكتمال عملية التحرير. أما اليوم نحن نتحدث عن تحرير جزئي، لكن رمزية هذا التحرير ورمزية كسر الحصار هو شيء عظيم وكبير أمام أكثر من 13 لواء تحاصر هذه المدينة لمدة أكثر من عام. نحن أمام انفراجة كبيرة بالنظر إلى حجم المؤامرة التي تدور حول هذه المدينة وحجم أيضا الحصار ووطأته على الناس على امتداد أكثر من 10 أشهر. وبالتالي أن تأتي هذه المعركة في زمن يعني استثنائي وفي لحظة فارقة أيضا وصل فيها الناس إلى مرحلة اليأس، ليأتي هذا الانتصار ليعيد الأمل وزخم الانتصارات والتحركات الوطنية على أبناء تعز وأيضا على كل الأحرار والشرفاء الذين احتفوا بهذا الانتصار في كل قرية وفي كل ريف يمني. هو انتصار لكل اليمنيين لأن اليمنيين يدركون حقيقة رمزية هذه المدينة التي مثلت أهم محطاتهم التاريخية على امتداد الثورات الماضية التي كانت آخرها ثورة 11 فبراير. وبالتالي الرمزية تتمثل أيضا أنه بالإمكانيات البسيطة والمتواضعة وبإصرار وعزيمة الناس استطاعوا أن يكسروا هذا الجبروت وهذه الهمجية التي حاصرتهم لأكثر من عام. نحن أمام يعني لحظة وطنية شامخة وفارقة سيكون لها ما بعدها، وهي رسالة كبيرة أنه لابد أن تكون إرادة الوطن هي المقدمة والمقدسة في هذه المرحلة، وأنه لا أحد يستطيع أن يقف أمام إرادة الشعب وإرادة هذه اللحظة الوطنية التي استطاعت أن تحقق هذا الاندحار الكبير في إطار هذه المعركة رغم كل الإرباكات التي حاصلة في المشهد المحرر وفي المناطق المحررة في عدن وما حولها، لكن استطاعت تعز في لحظة فارقة أن تصنع هذا الانتصار وتهديه لكل اليمنيين وهم مقدمة الانتصار الكبير والزحف نحو العاصمة صنعاء. نعم. طيب أستاذ نبيل، يعني هناك من يقول لتأخذ الفرحة الشعبية مداها وليحتفوا أيضا بهذه الرمزية كما تحدثت، يعني إلى أن نحتفي بتحرير تعز كاملة إن شاء الله، ولكن يعني هناك سؤال يطرح نفسه، ماذا بعد تحرير الجبهة الغربية؟ أنا باعتقادي أهم شيء ممكن الحديث عنه في هذه المرحلة هو أهم من الانتصار كيف تحافظ على هذا الانتصار. نعم. الانتصار الذي تحقق بتلك الجهود البسيطة من كل اليمنيين ومن كل الأحرار والشرفاء في هذه المدينة وخارجها وفي كل منطقة، كيف نحافظ على هذا الانتصار من خلال
استعادة الأمن والاستقرار لأبناء هذه المنطقة من خلال إعادة بعض الاحتياجات أو توفير بعض الاحتياجات الضرورية التي حرم منها أبناء هذه المنطقة، مثلا بعودة الأمن والاستقرار، وهذا أهم ركيزة للانتصار، أن تحرر، أن تؤمن المناطق المحررة، أن يمنع فيها الفوضى، أن يمنع فيها السرقات، أن يعود الأمن، أن تعود المناطق، أن تعود رمزية الدولة إلى هذه أقسام الشرطة، إلى نقاط المرور، إلى نقاط الحماية الرئيسية حول المدينة وفي مداخلها. هذه باعتقادي أنه سيكون أهم رسالة، لأنه في طبيعة أي معركة عسكرية في أي مدينة يعني يتلوها فوضى وخراب، وهناك بعض الأطراف التي هزمت في المعركة تريد أيضا تستعيد أنفاسها من خلال التخريب والسرقات وأعمال بلطجة في صفوف المدنيين، وبالتالي سيكون الانتصار الكبير هو كيف نستطيع أن نعيد الأمن والاستقرار لهذه المنطقة التي تحررت، وكيف أيضا نعيد رمزية الدولة التي نحن نناضل من أجلها. ربما نحمل هذه الأفكار أستاذ نبيل لضيفنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الحمود الصغير، قائد المحور الغربي في المقاومة بتعز. مساء الخير. مرحبا بك معنا أستاذ عبدو. المقاومة تفك الحصار عن تعز من الجبهة الغربية وتلتحم بجبهة الضباب، حدثنا عن هذه اللحظة الفارقة في معركة تحرير تعز. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أرحب بكم جميعا وبضيوفكم على عبر سياسة قناتكم الرائعة. أتمنى من الله عز وجل أن يساهم الإعلام في دحر هذه القربة اليمن بشكل عام. فيما يخص معركة الجبهة الغربية، هذه المعركة خطط لها أكثر من شهر كامل وبطريقة سرية إلى أبعد الحدود. في إطار ضيق معين انطلقت المقاومة يوم الأربعاء فجر الأربعاء، وتحركت باتجاه المواقع المحددة لها والمهام المناطة بها، مما أسفر في اليوم الأول عن تحرير مجموعة كبيرة من الشباب الرئيسية في الجبهة، والتي كانت تؤثر تأثيرا سلبيا حدوى على معبر الدعي، معبر الموت ومعبر الهلاك ومعبر تعز. ثم تقدمت المقاومة باتجاه الحصر حتى وصلت في اليوم الأول إلى تبة الزنقل، و انطلقنا في اليوم الثاني لاستكمال التحرير باتجاه الجامعه، ووصلنا الى معبر الدحي الاول، ثم انطلقنا من ثلاثه محاور رئيسيه، محور صدر ومحور الدحي ومحور بير باشا، وسيطرنا على الجامعه وجواب الساقي وبير باشا والمطار القديم واللواء 35 والسجن المركزي. ثم انطلق المقاومون ليل امس الساعه 12 ليلا للامتحان باخوانهم في جبهه الضباب، ووصل الشيخ حمود المصاري قائد المقاومه والاخ الشمساني في 13، وصلوا الى المنطقه الساعه 12 ليلا، وانطلقوا في موكب كبير ضم اكثر من 100 طاقم يقوم شوارع المدينه وجميع المواقع، معلنين فتح الحصار عن مدينه تعز عبر هذه المنطقه. هذه السلسله من الاحداث والتي انشرعت خلال ثلاث ايام، وهروب كثير من عصابات الاجرام والقتل والاعلام، هربت المدينه بشكل كبير جدا، وكانوا يرموا باسلحتهم في الشوارع ويخلعوا الملابس العسكريه خوفا لا تراهم المقاومه او يحصل لهم مكروه. بفضل من الله عز وجل كان هذا الانتصار، وكانت ايضا الجبهه الذكيه التي فصلت هذا الانتصار، والجرحى الذين كان لهم الدور الفاعل في تحقيق هذا الانتصار، فنهديه بالمجمل الى شهدائنا وجرحانا العظماء رواد هذا النصر، كما نهدي انتصار الجبهه الغربيه الى كل المشاركين في الجبهه في هذا النصر، بدءا من القياده الشرعيه برئاسه رئيس الجمهوريه عبد الرب منصور هادي، ودول التعارف المشكوره المقدمه على ما قدمت برئاسه المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات العربيه الشقيقه والذي اشتروا على نعم أستاذ عبدو. يعني هناك تساؤل ربما يطرحه الجميع، أنه ماذا بعد تحرير الجبهة الغربية؟ يعني كيف يمكن الحفاظ على مثل هذا النصر كما طرح الأستاذ نبيل قبل لحظات؟ نحن لدينا خطة كاملة في هذا الجانب، فنحن نقول من هذه الخطة
وضبط الحفاظ على مدينة تعز. الجزء الآخر من الخطة هو عبارة عن تحرير كامل مدينة تعز من جميع الاتجاهات الشرقية والغربية. نعم، طب هل نستطيع القول أن يعني المناطق التي حررت حتى الآن أنها تكون مهيئة لحضور الدولة أستاذ عبدو؟ نعم. هل نستطيع القول أن هذه المناطق التي تم تحريرها حتى الآن قادرة على يعني أن تكون الدولة حاضرة فيها؟ المناطق التي حررت هل تستطيع الدولة العودة إليها أستاذ عبدو؟ نعم نعم، نحن بالنسبة إلى المناطق السابقة والتي قد فعلنا مراكز الدولة الرئيسية بدءاً بالسلطة المحلية وأقسام الشرطة وبعض الخدمات الأساسية، نحن حضرنا اجتماع اليوم للإخوة في مجلس التنسيق والذين طالبناهم بسرعة تشغيل جميع المناطق نعم. إذا شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الحميد الصغير قائد المحور الغربي في المقاومة الشعبية في تعز، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. عودة إليك أستاذ نبيل، يعني كما تحدث الأستاذ عبد أن هناك خطة ربما يعني في اجتماع اليوم سريعا تم هذا الاجتماع لعودة المجالس المحلية وأيضا لافتتاح أقسام الشرطة حتى يعني يسيطر الأمن. هل تعتقد أن الآن هذه المناطق بيئة صالحة لعودة الدولة ولو جزئيا؟ من الأشياء الإيجابية التي تلاحظ على مقاومة تعز أنها بادرت منذ فترة مبكرة، ليس لا. الآن وإنما فترة مبكرة بادرت إلى استعادة الكثير من رمزية الدولة في عديد من المناطق العسكرية والشرطوية من خلال استعادة عمل جهاز الأمن فيها، وتم تدريب كتائب كثيرة في هذا الجانب حتى على مستوى الشرطة النسائية. نحن شهدنا خلال الفترة الماضية تدريب كوادر نسائية في الشرطة العسكرية النسائية وأيضا حتى أيضا في الشرطة الراجلة وشرطة المرور. يعني نحن أمام حالة وعي وطنية دولتية كبيرة في حالة مقاومة تعز، وهي أيضا تجنبت أن تقع في المزلق الذي وقعت فيه محافظة عدن، استفادوا من الأخطاء الكبيرة التي حصلت في عدن. وهم اليوم أنا باعتقادي أيضا أنه أنا لا أتخوف كثيرا حال على الوضع في تعز. ثقافة الناس لا يمكن أن تعيش بدون وجود الدولة ومؤسساتها وهيبتها ورموزها، وبالتالي أنا أعتقد أنه سنتجاوز مأزق الانفلات الأمني إلى حد كبير، رغم أنه سيكون هناك مؤامرة كبيرة في هذا المسار. هناك لا زالت جيوب كبيرة على أساس تبني هذه التطمينات أستاذ؟ أنا أبنيها على أساس أنه في تعز، يعني هذه المدينة هي عايشة، ليس تعز المدينة فقط وإنما حتى أريافها، يعني منذ 2011 تعيش بدون سلطة الدولة، وبالتالي لم نرى ذلك الاقتتال ولم نرى تلك المشاكل التي ستؤدي إلى فوضى كبيرة، يعني كما كان موقع. لكن يعني كان يعول أيضا على مدنية عدن وسلمية أبنائها، ولكن ترى ما الذي في حالة يعني إذا لم تحضر الدولة حضور حقيقي، هل تتوقع أنه قد يحدث اختلالات أمنية كبيرة؟ لا شك أنه الاختلالات الأمنية هي من أهم المخاوف التي تتهدد أي انتصار، يعني ومن ضمن هذه الذي يساعد على مثل هذه المخاوف الأمنية هو أنه يجب أن تحضر الدولة من خلال رمزيتها فيما يتعلق باستعادة مرتبات الموظفين واستعادة مرتبات الجيش ودمج الفصائل المقاومة. هذا أهم وأخطر بند ممكن الحديث عنه، وهو الذي يؤدي إلى إشكاليات خطيرة. نعم. أن يتم دمج كل فصائل المقاومة بمختلف توجهاتها المختلفة أن تدمج ضمن إطار مؤسسات الدولة سواء العسكرية أو الأمنية، لأنه هذه الثغرة هي الخطيرة التي فشلت في عدن، وهي التي أدت للخلل الكبير في عدن، أنه حصل نوع من الموالاة في مسألة ضم بعض الأفراد وترك بعض الآخر، وما أدى إلى نوع من ردة الفعل لدى بعض الفصائل من خلال أو أنه وفر بيئة خاصبة لاشتغال جهات لها أهداف معينة في زعزعة الأمن والاستقرار، وبالتالي في حالة يعني طبيعة الحال. نعم أستاذ نبيل، يعني العدو الذي يقف أمامنا ليس بالهين. نعم. هو يريد يعني هناك من يقول أن يعني هل نتوقع
يعني محاولة تشويه صورة ما يحدث الآن من انتصارات للمقاومة، أيضا وجود عناصر القاعدة التي يعني قاعدة المخلوع كما يقال، وأيضا عناصر أخرى ستظهر بطبيعة الحال. الإشكالية اليوم حتى يعني منذ الأمس قد بدأت بعض الأبواق المحسوبة على النظام السابق وعلى عصابات الحوثي وصالح أنه تتحدث عن هذا السيناريو، وأيضا بدأت حتى صحفهم ومواقعهم تتحدث بقوة على أنه نحن كنا نحمي هذه المدينة لكن الآن نحن لسنا مسؤولين عنها. يعني أنه في اشتغال أيضا، يعني نحن لا نغفل أنه في هناك اشتغال مضاد، هذا الاشتغال المضاد يتم من خلال خلايا مدسوسة موجودة في 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 أنت أمام مدينة يسكنها أكثر من مليون بني آدم. يعني بالأخير يعني سيكون من الصعب جدا أن تضبط وحركة وتدقق في هوية كل الناس الموجودين في المدينة. سيحتاج إلى جهد كبير، إلى جهد أمني واستخباراتي كبير، وأهم من الجهد الأمني هو الجهد الاستخباراتي في مثل هذه المراحل. مراحل الانفلات والفوضى التي تعيشها المدن تحتاج إلى جهد استخباراتي بدرجة رئيسية، يليه جهد أمني في ضبط مسيرة ووقع تحركات الناس في المدينة. على هذا الأساس ينبغي أن يبنى أي تخطيط لاستعادة الأمن وحضور الدولة. وإلا كيف يمكن أستاذ نبيل أن تعود الدولة في هذه المناطق المحررة؟ نحن كنا قد تحدثنا على أنه في تعز بدأوا استبقوا مسألة وجود مؤسسات ضبطية شرطية، دربوا في هذا المجال، أيضا استعادوا بعض يعني المناطق الأمنية وعينوا لها ضباط لإدارة شؤونها. هذا كان خطوة جيدة ورائعة، لكن الآن الأخطر الآن أنه يعني معظم هؤلاء الذين يشتغلون الآن في تعز، وتعز تحديدا أنا أتحدث عن تعز، بدون مرتبات منذ أشهر. نعم. يعني وهذا الحال هذا الجانب الخطير الذي يتهدد أو يضع أكثر من ثغرة للاشتغال الجماعات العنفية وجماعات التي تريد التخريب وشيطنة الحالة حالة التحرر الموجود في حالة تعز. نحن نريد الدولة تحضر من خلال وجود مؤسسات مالية رافدة لاستعادة لدعم هؤلاء الذين يوجدون الآن بدون رواتب، وهم يؤدون خدماتهم وواجباتهم في مواقعهم الوظيفية على امتداد أشهر مضت دون أي رواتب. يعني هذه نقطة مهمة وخطيرة يجب عدم إغفالها، فضلا عن مسألة دمج كل فصائل المقاومة في جهاز الأمن وجهاز في الجهاز الأمني والعسكري للمدينة المحررة. نعم. طيب أستاذ، يعني لو تحدثنا عن مناطق محررة، هناك مقاومة شعبية، هناك أيضا لابد من حضور الدولة، وهناك أيضا تحالف عربي. كيف يمكن التنسيق بين هذه الثلاث الجهات لإنقاذ يعني مدينة حوصرت خلال عام؟ هناك يعني جبهة تم تحريرها، بإمكانها أن تمد بقية المناطق بكل احتياجاتها، هذا ما يفترض. يعني هناك من يخشى إهمال الدولة لمثل هذه المسألة، خصوصا أنه كان هناك منفذ ظل مفتوح لطيلة شهر لم يتمكنوا من إدخال أي شيء. في حالة تعز أنا لست قلقا، وأيضا تتجسد صورة عدم وجود القلق في وجود محافظ معين حديثا. المحافظ يتمتع بقبول واحترام من كل الأطراف الموجودة في المدينة، أيضا وهو شخصية خدومة وعملية أيضا، وتواصلاته مع كل الأطراف أيضا لا يوجد هناك نوع من الصراعات التي والمحاكات التي قد تحصل مثلا في حالة الموجودة في حالة عدن والمناطق المحررة في الجنوب. في تعز يعني ربما ستسهل هذه الخطوة إلى درجة كبيرة مسألة أنه في تنسيق كبير بين المحافظ، بين قائد المقاومة الشعبية، وبين القيادات العسكرية الممثلة بمجلس التنسيق العسكري. يعني في نوع من الرابط والناظم، وأيضا لنكون صرحاء وواقعين أنه هذا الانتصار الذي تحقق في حالة تعز هو نتيجة لجهد كبير من توحيد الرؤية وتوحيد الفصائل وتوحيد التوجهات المختلفة في حالة تعز. لم تكن مجرد لحظة عابرة وانتصار عابر، كان هناك في اشتغال كبير، وكان في هناك توافق وطني كبير أيضا، وتنسيق لكل جهود هذه المقاومات وكل هذه الفصائل التي استطاعت أن تقترح هذا النصر في هذه المرحلة الحاسمة والحرجة في تاريخ اليمن. وبالتالي أنا في هذه الحالة أعول كثيرا على الكوادر الوطنية الموجودة، من المحافظ إلى قائد المقاومة إلى قادة والسرايا والكتائب العسكرية، إنه في حالة ما الذي يجب عليهم فعله بالضبط أستاذ نبيل؟ اسمح لي أن أخذ منك الإجابة بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم.
تحركت بصعوبة ضمن 5 من أفراده. هناك ما يبدو معنويات المقاومة مرتفعة، وهي تعمل الآن على دحر العدو من هذا. انعدام الغاز المنزلي زاد من معاناة المواطنين خاصة النساء. ربما أصبح لدى هؤلاء الأطفال من الوعي ما يكفي لإدراك ما يجري في مدينة. هذا هو العيد في تعز، دماء مسفوكة على ثياب العيد تقدم رغم الحصار رغم الألم، إلى أن الثوابت الوطنية تظل ثابتة في هذه المدينة العصية على الانكسار. أنيسة العلواني، قناة بلقيس، من شارع جمال تعز. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أهلا بك مرة أخرى أستاذ نبيل. كنت سألت قبل الفاصل عن ما الذي يجب على المحافظ فعله، أيضا السلطة المحلية، لإعادة مؤسسات الدولة التي تعرضت لشلل شبه تام خلال عام. أنا أتمنى وأرجو من الأخ المحافظ العودة إلى سريعا إلى تعز. المحافظ يمثل رمزية العمل الدولة ورمزية الدولة ومؤسساتها. حضوره في هذه المرحلة إلى تعز وقيادته لعملية السلطة المحلية في هذه المرحلة يمثل الشق الثاني من الانتصار الذي تحقق عسكريا. أنا باعتقادي أيضا هذه مهمة يجب أن يطلع بها الأخ الأستاذ علي المعمري في هذه المرحلة. وهذا الرجل للأمانة يعني بقى طوال فترات الحصار في داخل المدينة لم يخرج منها حتى أتى قرار التعيين له، وهو على أدرى وأخبر بكثير من تفاصيل المشهد في هذه المدينة، وبالتالي يجب عليه اليوم العودة سريعا إلى تعز وتنسيق الجهود مع الإخوة في المقاومة ومع الألوية العسكرية التي تقود عملية التحرير واستكمال تحرير المدينة. أنا باعتقادي أنا متفائل كثير في حالة تعز، أنا لست قلق على تعز كثير. هذه تعز التي لا يقلق كثير اليمنيون بخصوصها لأنها تعرف طريقها جيدا، وهي كوكتيل الحالة الوطنية، هي التنوع الجغرافي والمذهبي والديني وبؤرة التسامح الوطني بكل تجلياته، وبالتالي أنا لا أخاف رغم أن هناك دواعي كثيرة للخوف. هناك اشتغال كبير ومرير أيضا على كثير من القضايا فيما يتعلق بتشويه الحالة النضالية، بتقسيم كل الخطايا أو بعض الأخطاء التي تحصل هنا وهناك. يعني هناك اشتغال منظم على تشويه حالة الانتصار وحالة التحرر التي نعم، وهذا ما نلاحظه في يعني الآن. مجرد إطلاق شارة الانتصار تظهر على يعني مباشرة الانتقادات والصور وكثير من الملاحظات التي يعني نستغرب سرعة الحديث عنها، رغم يعني خلال ساعات بدأت تنتشر مثل هذه الأمور. ما مدى تأثير هذه الأمور أستاذ نحن في حال على في, في 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 هذه الحالة؟ نحن متعودين على مثل هذا النمط من التفكير والاشتغال يعني المطبخاتي الإعلامي، انه نحن من 2011 في كل لحظة او في كل مرحلة من مراحل النضال على امتداد الخمس سنوات الماضية كنا نرى هذا المطبخ، نفس الوجوه، نفس الأصوات، نفس الكليشيات، نفس الأفكار ايضا لا زالت هي يعني لم تتغير. وبالتالي انا بعتقد انه يكون يفترض انه الان نحن في صف الثوره وفي صف انه اصبح لدينا مضادات ضد مثل هذه الافكار يعني التي تخرج في مثل هذه اللحظات التي تبتلع ألسنتها وقت يعني ضرب المدنيين و و و وما حصل لهم من اسفاف وحينما وحصار المستشفيات نعم. عوده أو تحقيق انتصار لهؤلاء الناس ولهؤلاء المدنيين الذين يحاصرون ويقتلون بهذا الشكل، يخرج بعض ما يسمى بالناشطين ليندبوا حظهم ويشيطنوا كل ما له علاقة بالثورة. نحن يفترض الآن أيضا أنه هناك وعي تراكم أنه يعني هذه مرحلة تحرير في غياب سلطة الدولة، في غياب كل مؤسسات الدولة، الجميع الآن لجأ إلى السلاح وحمل السلاح من أجل أن يدافع عن نفسه وكرامته، وبالتالي أي حالة انفلات، أي حالة أخطاء نحن لسنا مسؤولين عنها بقدر ما يكون واجبنا أن نحد منها وأن ما نهذبها. أهمية هذه النقطة أستاذ نبيل، يعني ضبط النفس، عمل توعية أيضا، يعني ليس بالضرورة أن يكون من يقوم بأي فعل مضاد أن يكون منطوي تحت المقاومة، قد يكون يعني شخص عادي مجرد أن شعر بالنصر بأنه غير يعني تحت سلطة الميليشيا، يعني فكرة الانتقام أيضا مما حدث. كيف يمكن يعني أن تقوم المقاومة أيضا بدور التوعية بعمل ضبط النفس لعناصرها؟ يعني هناك أيضا صور إيجابية ظهرت في التعامل مع الأسرى، في التعامل مع الآخر، برأيك كيف يمكن ذلك؟
أنا باعتقادي حالة الوعي الوطني الموجودة والمتقدرة والراسخة في كثير من الـ يعني أفراد المقاومة والمتقدرة أيضا في بنية ونفسية أبناء هذه المدينة منع إلى حد كبير عدم التمادي أو عدم انفلات الغرائز في مرحلة النصر. يعني هذه من أهم الأخطار التي ممكن أن تقع في مرحلة نصر ما، لكن في ضابط وطني هذا الشعور وهذا السلوك الوطني تمثل انه يعني بالصور التي رايناها كيف تعاملوا مع الاسرى. يعني ولا ننسى ايضا انه في جانب خطير ايضا في لم يتطرقوا للاعلام بشكل كبير، انه حصل ايضا ويجب ان يبحث الاعلام ويتقصى حول هذه الظواهر، انه حصل عمليه قتل متبادل بين افراد الميليشيات انفسها. يعني هناك تصفيه على ابعاد مناطقيه، يعني المتحوثي الهضبه ضد متحوثي تعز الذين قاتلوا معهم في لحظة معينة أرادوا أن يتخلصوا منهم وحصل قتل، كما حصل لنا تأتيني أخبار مثلا من منطقتي التي كانت دارت فيها بعض المعارك أنه حصل اقتتال متبادل بين أطراف هذه الميليشيات وتم قتل بعضهم البعض. يعني حصل تصفيات أيضا، يعني أنه في نوع من يعني الاشتغال الذي تم في إطار أنه جزء منه لتسويد صفحة المقاومة أو وجه المقاومة المشرق، ومنه أيضا هو تصفية انتقام غرائزي بين أطراف هذا الانقلاب أو فصائل هذا الانقلاب. بالتالي نحن أمام يجب أن نركز بدرجة رئيسية إنه حالة الانفلات التي قد تحصل لا يجب أن تأخذنا بعيدا عن إعادة ترتيب الصف وتجريم الأخطاء مهما كانت، ولكن لا يجب أن نذهب إلى تقسيم كل خطأ يقع هنا أو هناك. بالأخير نحن لسنا مسؤولون، المقاومة ليست مسؤولة بأن تحمي كل تضبط كل حالة فردية انفلاتية هنا أو هناك، لكن من واجب المقاومة اليوم هي أن تعود بروح وطنية نحو تعزيز وجود الدولة وأجهزتها والتقاضي عبر مؤسسات الدولة. إذا ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ راجح بادي ناطق رسمي باسم الحكومة من الرياض. مساء الخير أستاذ راجح. أستاذ راجح هل تسمعني؟ ألو نعم. مرحبا بك معنا أستاذ راجح. نود منك بداية، يعني هناك يعني الكثير يعني ممن يتحدث أنه بعد هذا الانتصار الذي حقق في تعز يأتي دور مهم للحكومة، كيف تحدثنا عن ذلك أستاذ راجح؟ مساء الخير سيدة الكريمة. بداية يعني نتوجه بالشكر الجزيل وبالتهنئة العظيمة لأبناء الشعب اليمني في الداخل وفي الخارج في كل بقاع المعمورة بمناسبة هذا الانتصار الكبير الذي تحقق في تعز بعد أكثر من 10 أشهر من الحصار اللا إنساني واللا أخلاقي، وتقديم أبناء مدينة تعز التضحيات الكبيرة من أجل الوصول إلى هذا اليوم. أما بالنسبة للحكومة فكما تعلمين فقد تابعتم بالأمس منذ يعني الساعات الأولى لفك الحصار عن المدينة توجيهات دولة نائب الرئيس رئيس الوزراء بإطلاق أعمال القوافل الإغاثة من العاصمة المؤقتة عدن إلى مدينة تعز، وتابعتم اهتمام القيادة السياسية والقيادة العسكرية التواصل سواء فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي أو دولة نائب الرئيس رئيس الوزراء أو الفريق علي محسن نائب القائد الأعلى القوات المسلحة بقادة المقاومة داخل عدن. الكل يقدر التضحيات الجسيمة التي قدمتها تعز، وأنا دائما أقول أن تعز هي مدرستنا في السلم وكانت مدرستنا في الحرب، وبالتالي ستكون هي مدرسة التعايش والتسامح والبناء بعد هذه الشر من المحنة الشديدة التي تعرضت لها. طيب أستاذ راجح، يعني الأهالي ربما ينتظرون حكومة حضور الحكومة وإسنادها بعد التحرير، ما هي خطة الحكومة القادمة في المناطق المحررة كمساند للسلطات المحلية؟ أنا سبق وقلت خلال أقل من ساعة أنه هناك عدد من الوزراء سيتوجهون إلى مدينة تعز سواء للإشراف على أعمال الإغاثة والإطلاع على حجم الدمار وتقييم الاحتياجات الأساسية الآن لهذه المدينة الباسلة. كما تعلمين يعني المدينة عانت من حصار خانق، عانت من 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 قناصة متوحشين، عاشت أوضاع لا إنسانية كبيرة، وبالتالي لابد من العمل بشكل سريع وسريع جدا لكي تصل كل الاحتياجات التي يحتاجها أهالي مدينة تعز.
في أسرع وقت ممكن. نعم، خلال كم سيتواجد الوزراء أستاذ راجح؟ أنا أتوقع أيام بسيطة يكون الوزراء هناك في مدينة عدن، خاصة الوزارات المتعلقة بالخدمات الأساسية والمتعلقة بأعمال الإغاثة سواء الغذائية أو الصحية والطبية. نعم، طيب أستاذ راجح، يعني بالنسبة لإسناد الجيش الوطني أيضا لمتابعة للمقاومة أيضا لمتابعة تحرير تعز، ماذا بهذا الشأن؟ بالتأكيد لعلكم كما قلت تابعتم بالأمس التوجيهات التي صدرت من القيادة السياسية والقيادة العسكرية بضرورة استكمال الخطة المتعلقة بتحرير كامل مدينة تعز، وبالتالي الانتقال إلى جبهات أخرى والعمل في نفس الوقت على المحور الأمني وهو تأمين المحافظة، لأن تجربتنا من خلال المحافظات السابقة التي تم تحريرها أنه كما قلنا أنه الخصم الذي نواجهه هو خصم يعني عنيف لا يستسلم سريعا، يترك خلايا نائمة، يترك جماعات مرتبطة بمصالح من أجل إثارة يعني المشاكل الأمنية في المحافظات والمدن المحررة. لذلك سيكون هناك جهد عسكري لاستكمال عملية التحرير، وسيكون هناك جهد أمني لتأمين المدينة تعز. وكما قلت وأكرر دائما أن تعز هي مدرستنا في السلم، وهي مدرستنا في الحرب، وهي ستكون مدرستنا في الأمن وفي البناء وفي التعايش بين أبناء كل اليمن داخل مدينة تعز. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ راجح بعدي الناطق الرسمي باسم الحكومة، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض أستاذ. وينضم إذن أيضا معنا الأستاذ العميد صادق سرحان رئيس المجلس العسكري قائد اللواء 22 بتعز. مساء الخير سيادة العميد. مساء النور، أهلا وسهلا بك، حياك الله، شكرا على اهتمامكم يعني في موضوع تعز اليمن. نعم، بداية يعني أنتم في الجيش الوطني ماذا يشكل لكم هذا النصر العسكري المهم والحيوي؟ والله بالنسبة لما حدث من انتصارات في تعز طبعا من الجانب العسكري يشكل أهداف استراتيجية وأهداف ضرورة تحقيقها، حتى الحصار على تعز هذا كان هدف من الأهداف الكبيرة أمامنا ضرورة تحقيقه، الحمد لله تحقق بالانتظارات اللي حدثت اليومين السابقين. نعم، هناك من يتحدث عن مخاوف وقلق ايضا من التفاف المخلوع والحوثيين على هذا او يعني والقيادات ايضا وبعض الموالين له في المنطقه الرابعه على هذا النصر، هل تضعون هذا الامر في حساباتكم؟ طبعا نحن بالنسبه للتهديدات المتمردين المستمره نضع وضع حسابها قبل أن نقوم بالهجمات وبإسقاط المواقع، إننا بنكون قادرين على فتح أي هجمات من خلال المتمردين الحوثي وصالح يعني، وهم تهديدهم المستمر، ولكن نحن متأكدين بإذن الله سبحانه وتعالى لا يستطيعوا أن يحققوا أي هدف غير القصد فقط. نعم سيادة العميد، يعني ماذا عن الترتيبات لضبط الأمن في تعز، هل سيشارك الجيش الوطني في ذلك؟ طبعا احنا عاملين خطة أمنية ونطبقها حاليا، انتشار أمن من خلال أفراد القوات المسلحة الوطنية في كثير من المرافق الموجودة داخل المدينة، واحنا وضعنا خطه امنيه يعني لايقاف اي تدهور داخل المدينه. نعم، اذا ماذا عن الامكانات والدعم اللوجستي والسلاح لافراد المقاومه حتى يتم استكمال تحرير مدينه تعز؟ والله نحن نشكر القياده السياسيه العسكريه بدعابه الاخ رئيس الجمهوريه القائد العام الاستاذ مسلح اعطانا ما يبذله لتوفير إمكانيات القوات المسلحة، ونشكر دول التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية على ما تقدمه للجيش الوطني والمقاومة السعودية،
يعني ولو ان هناك بعض النواقص، ولكن نحن على موعد استكمال تشريع اللواء 22 في الوقت القريب القادم يعني. نعم، إذا شكرا جزيلا لك العميد صادق سرحان رئيس المجلس العسكري قائد اللواء 22 بتعز، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. عودة إليك أستاذ نبيل، تعليقا على حديث الأستاذ راجح بأن هناك عدد من الوزراء سيعودون خلال أيام إلى تعز للإشراف على العمل الإغاثي وأيضا ضبط الأمن في المدينة، كيف تعلق على ذلك؟ هذا شيء طبيعي وهذا الذي يجب أن يكون أصلا، لأنه تعز ممكن أن تكون أيضا يعني عاصمة انطلاق لتحرير واستعادة مناطق الشمال بشكل كبير. المدينة تنتظر الوزراء وتنتظر الحكومة لتعود أيضا إلى إذا لم يتسنى لها عودة إلى عدم بفعل بعض الإشكاليات الأمنية، ممكن في تعز أن تعود إلى تعز وتمارس مهامها وصلاحيتها من تعز وتكون جزء وشريكة في هذا الانتصار الذي يصنع اليوم. يعني حتى لا تكون مراقبة من بعيد، ينبغي أن تكون هذه الحكومة أن تضحي قليلا من جملة التضحيات التي يقدمها الناس في هذه المدينة، وأن تكون موجودة وتشاهد بنفسها ماذا يقدم الناس يوميا من العناء والتضحيات في سبيل استعادة كرامة اليمنيين جميعا. هذا ليس افتراضا وإنما هو واجب إلزامي اليوم لهذه الحكومة أن تعود إلى أرض الوطن وأن تمارس مهامها من أي بقعة في اليمن. ولم يعد هناك اليوم يعني أي مبررات لعدم وجود الحكومة في الأراضي اليمنية، سواء في عدن أو في تعز أو في مارب. أيضا عودة الحكومة أصبح ضرورة وطنية مقدسة أنا أسميها، لأنه إذا استمرت الحكومة خارج إطار الأراضي الوطنية باعتقادي أنه هذا جزء من الفشل الكبير الذي يؤدي إلى بطء عملية الاستعادة والتحرير للمناطق الأخرى. اليوم أصبح واجب على هذه الحكومة أن تعود وأن تمارس مهامها من أي منطقة في اليمن، لم يعد هناك داعي لبقائها في المنفى. طيب أستاذ، يعني هل يمكن أن تقدم تعز أنموذجا كما فعلت مأرب بحضور الدولة بالوجه المدني الذي ربما يعني نحن نعرفه عن تعز؟ نحن نراهن على تعز كثيرا، نراهن على الدعم والإسناد الذي يجب أن يقدم لهذه المدينة وخاصة من الأشقاء في التحالف العربي. تعز ربما هي الأكثر تضررا من كل المدن اليمنية لحجم الدمار وحجم ما لحق بالمدينة من تدمير لكل ما له علاقة ببنية الدولة ومؤسساتها، دمرت المدارس، دمرت المقار الحكومية. نحن أمام حالة مزرية في حالة تعز، وبالتالي يجب أن يكون الدعم والإسناد بحجم هذه الكارثة التي تعينها المدينة ليعينوا أبناء المدينة على استعادة روحهم المدنية التي فقدوها أثناء الحرب، إعادة الروح المدنية والوطنية للمدينة من خلال عودة الدولة وإعادة إعمار عودة الطلاب إلى عودة الطلاب إلى مدارسهم إلى جامعاتهم. نحن أمام عملية مساعدة كبيرة ينبغي أن تقدم من خلال التحالف العربي ومن خلال أيضا الحكومة اليمنية التي يجب أن تكون في الصف الأول من خلال عودة إلى هذه المدينة ومن خلال إعادة الإعمار السريع والكبير لمرافق الدولة في هذه المدينة وللمنازل المواطنين المتضررة التي ينبغي الإسراع في تجهيز عملية إعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن حتى لا ينفذ من خلال هذه الإخفاقات والعثرات التي قد تحصل بعض الأطراف التي تريد أن تشتغل على زعزعة الأمن والاستقرار في المدينة. نعم، لو عدنا للحديث عن المخاوف المشروعة ربما عن الفصائل وتعددها، فصائل المقاومة في تعز ومدى أهمية استجابتها للانخراط في مشروع الدولة، أستاذ نبيل. أنا باعتقادي كل الفصائل الموجودة في تعز ليست ذات أبعاد أيديولوجية أو أي شيء من هذا القبيل، هي معظم وكل هذه الأفراد الذين انخرطوا في إطار هذه المجاميع هم مواطنون وهم فلاحون وهم أيضا عمال وطلاب جامعات وطلاب مدارس أيضا ودكاترة ومعلمين. يعني نحن أمام حالة مدنية اضطرت فقط لترتدي السلاح وتحمل السلاح للدفاع عن مدينتهم، وبالتالي لا خوف من أن يعود هؤلاء الأطباء إلى مستشفياتهم والمهندسون إلى مواقعهم ومصانعهم والأطباء أو الطلاب والأساتذة إلى مدارسهم. نحن أمام حالة يعني تبعث على الأمل والثقة باستعادة الدولة في اليمن وهذا ما نرجو بالتأكيد.
أن تتحرر كافة أراضي الجمهورية اليمنية وأن يعود الوضع كما يفترض أن يكون عليه. شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل البوكيري الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا في المساء اليمني لهذا اليوم. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.